الزول في اللون هي ما تغن عندما في اللام، والسلام على من لا يعرف الأمازيغية، وأعتذر منكم على كل حال. وكلامي راه موجه للأمين العام تاع أفلان جميعي، اللي بالتدخل تاعها اليوم في الندوة الصحفية وهو يدعم المؤسسة العسكرية، وهنا نلاحظ فيه تنسيق بين جميعي والقايد صالح. يعني المؤسسة العسكرية راهي رهينة في يد القايد صالح، وجبة التخريب الوطني رهينة في يد جميعي. فإذا جميعي والقايد صالح يجمعهما التآمر على الدولة، التآمر على 40 مليون جزائري، واستحواذهما على هذه الجبهة المخطوفة من العصابة هذه، اللي احنا اليوم الشعب الجزائري راه يطالب برحيلها. فإذا الكلام نتاع جميعي اليوم يؤيد فيه خطاب القايد صالح، وهو يتهجم على الأمازيغيين اللي هم السكان الأصليين تاع شمال إفريقيا. وهنا نطرح عليه هذا السؤال: على كل حال، من تكون أنت يا جميعي؟ فأنت لست بجزائري، فأنت من مكان ازديادك في تونس، واحتراماتنا لتونس وهي أيضا أمازيغية، ولكن التونسي يحكم في تونس والتونسي ما يحكمش في الجزائر، الجزائري أولى. فإذا هذه الجبهة التي يستعملها جميعي كورقة وكسجل تجاري ليتاجر بها بدم الشهداء، كما يتاجر اليوم قايد صالح بدم الشهداء. وهو يعني كان في السابق داعما لعصابة الحركة. فإذا أفلان هي يشرف عليها حزب الحركة الذي لم يجرم الاستعمار إلى حد الآن. فالأفلان تاع اليوم هذه العصابة هذه هي لوقفة سد المانع حتى لا تجرم فرنسا على جرائمها ضد الشعب الجزائري وضد الوطن الجزائري. فإذا جميعي اليوم هو راه يد سهلة في يد القايد صالح ليستعمله كغطاء سياسي للطغمة الحاكمة العسكرية، لأن حتى لا يكون كلام هناك وهنا بأن الحكم العسكري هو الذي يسود اليوم. فإذا خطاب القايد صالح البارحة هو خطاب استفزازي، وجاء جميعي ليغطي على هذه الهفوات التي شاهدناها في خطاب قايد صالح فيما يخص رفع الرايات الأمازيغية. وغدا إن شاء الله سنرى كيف تتطور الأمور، وإذا ما حدث شيء فسيصبح قايد صالح هو المسؤول الأول عن كل ما يجري غدا إن شاء الله. ونحن نحذره من الآن أن يراجع كلامه وأن يبقى في محيطه العسكري وأن لا يتدخل في الشأن السياسي، لأن هذا ليس من صلاحيته. فإذا أرجع إلى هذا جميعي، هذا اللي راه اليوم كما نقولوا يحل في فمه، وراه يقول باللي عندنا راية واحدة، وهو هذا الراية ما يسالش فيها لأنه ما هو جزائري. حنا اللي عندنا الحق نتكلموا على الراية نتاع الشهداء، وحنا ما خلناش الشهداء وما خلناش دم الشهداء على كل حال. وهنا كلامي راه موجه لكل من هو منخرط اليوم في جبهة التحرير الوطني، فهي جبهة منحلة من اليوم، لا أساس لها في الميدان. ونتحدى جميع أن ينزل إلى الميدان في الحراك الجزائري حتى يرى شعبيته التي كانت مزورة منذ 62، وهم يجندون وناس ضعفاء النفوس، وهم يتظاهرون على أنهم هم الأغلبية وأغلبيتهم كلها مزورة منذ 62 إلى يومنا هذا. فإذا هذا جميعي هو يثير الفتنة من الآن عبر خطابه وعبر ندوته الصحفية اليوم، وهو يتحدى الجزائريين ويتحدى بصفة خاصة منطقة القبائل. فهو لم يقل هذا الكلام، ولكن كان ينعت بمنطقة القبائل، وهو الذي قال في كلامه أن كل من عارض قايد صالح فهو جبان. ونحن نقوله نحن لسنا جبناء، نحن ننتقد قايد صالح لأنه يرأس المؤسسة العسكرية، ولو كان مواطنا بسيطا لما سمع هذا الكلام من ثمنا. فإذا نحن لنا الحق أن ننتقده لأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو عسكري ويبقى في الكازيرنا كما قال
المطلب الشعبي العسكر في الكازيرنا وليس في الميدان السياسي، فاتركوا السياسة للسياسيين والعسكر في الكازيرنا. فإذا هنا نلاحظ أن هناك حكم عسكري، وهذا الحكم العسكري هو يستعمل جميع واجبات التخريب الوطني التي خربت الوطن وخربت عقول الناس وشوهت أصل البلد. على كل حال، في الأفلان هو له رصيد سلبي فيما يخص الهوية الجزائرية التي طمسها، وطمسها بومدين، وطمسها بنبلة، وطمسها مصطفى الحاج. فهؤلاء كلهم تبنوا الفكر العروبي وربطوا العروبة بالإسلام حتى يستغلوا أيضا الدين من أجل طمس الهوية وتعريض كل شمال إفريقيا. ونحن نلاحظ اليوم نحن في هذا الإشكال، إشكال الهوية، حتى أصبح الجزائري يقول من أنا ومن أنت. فأصبحنا في مشكلة كبيرة هي مشكلة الهوية، ودخلت طوائف أخرى ليس لها أي قدم فوق أرضنا وأصبحت تنادي بطائفيتها، وحتى يعني تقتلع جزءا من هذا التراب العزيز علينا، وهو تراب ملك للأمازيغ وحدهم ولا لغيرهم، ولا للسعوديين ولا للكويتيين ولا للإماراتيين ولا حتى لبنو هلال الذين تشدقون اليوم أنهم طائفة، وهم ينادون اليوم بحقوقهم، وهم أصبحوا أمازيغيين بحكم انتمائهم لهذه الأرض. فلا يحق لهم أن يتكلموا هذا الكلام، لأن هذه الأرض لها مالها كما يقولوا بالدرجة. فإذا نحن أمازيغ، نحن أصحاب الأرض، نحن الشعب الأصيل. فإذا حذاري يا جميعي، أنت تخطيت اليوم الخط الأحمر فاحذر، فإن الزحف قادم وستندم يوما ما على هذا الكلام. نحن لسنا جبناء، نحن في أرضنا ونحن بين شعبنا ونحن تحت رايتنا ونفعل ما نريد في بلادنا. فأنت غريب عنا، وأنت استوليت على هذه الجبهة التي حررها الشهداء وحررها المجاهدون الذين هم على قيد الحياة اليوم، وهم يشهدون اليوم أن هذه الجبهة مخطوفة منذ 62. فأنتم تزعمون هذه الجبهة بالتخفي وبالتزوير. فجميل أبو حارب هي شاهدة عليكم، وياسر سعدي شاهد عليكم، وبرقعة شاهد عليكم، ومن ماتوا كانوا شاهدين عليكم، أنكم أنتم استوليتم على الحكم بالقوة وبالتزوير وبالذراع كما نقولوا، وستخرجون بنفس الطريقة التي جئتم بها. والله العظيم ستخرجون بنفس الطريقة التي جئتم بها واستوليتم على الحكم وعلى الدولة وعلى الوطن وعلى هذا الشعب. فانتظرونا في القريب العاجل حتى ننهي حكمكم بطريقة سلمية وعن طريق هذا الحراك المبارك، وهو حراك رباني لا يقوده أي شخص، ولا يقوده حزب ولا جمعية. فهو تحرك رباني ملائكي، ليس فيه ضغينة وليس فيها تفرقة بين الطوائف في المجتمع الجزائري. فنحن شعب واحد متماسك، وحدة وطنية، وفينا الوطنية التي ليست فيكم أنتم، فأنتم خنتم الأمانة. أعطيكم سؤال هذا فقط، على قايد صالح أن يرفع قضية أو يضع تحقيق مفصل حول منظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء، كيف سرقوا أموال الشعب وطمسوا بعض الأفكار التي كانوا ينادون بها في السابق، يعني كل حال عن طريق هذه الجبهة، وكان ذلك شعار تفكروا مليح من أين لك هذا؟ يجب اليوم أن نرفع هذا الشعار من أين لك هذا؟ يعني هنا نتهم كل المنظمات التي كانت تحت لواء جبهة التحرير، أولا ما نقولها جبهة التحرير نسموها جبهة العصابة، هذه الجبهة اللي فتحت الأبواب لسرقة أموال الشعب، وفتحت الأبواب للانتهازية، وفتحت الأبواب لكومن هبة ودبة لسرق المال الشعب الجزائري باسم جبهة التحرير الوطني التي هي بريئة منهم، بريئة منهم. وهي اليوم جميعي يتشدق، وما زال يرأس هذه الجبهة التي من المفروض أن لا يكون لها مكان في الجزائر، ويجب أن تكون في المتحف وتذهب إلى المتحف. فهي ملك لكل الشعب الجزائري، وهي ملك لأبناء الشهداء الحقيقيين الذين لم يسرقوا أموال الشعب،
فنحن لدينا أدلة كثيرة على هؤلاء الذين خانوا أمانة آبائهم وأجدادهم. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.